فهد من جهة بس كان قد حضر هذه البطولة الودية السعودية، ولأنها في السعودية بالتأكيد تستحق التغطية، من باب يعني شكر والتقدير لمن نظم مثل هذه البطولات. نتابع حديث في هذه البطولة. الحمد لله، أشكر الأخوان كلهم اللي عملوا بالبطولة، من أكبر واحد سعادة رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إلى أصغر اللاعبين عمرا يمكن عمره 13 سنة مشارك معنا في هذه البطولة. الكل عمل يعني بكل جد واجتهاد لينجح هذه البطولة، والحمد لله يعني تحققت بعض الأهداف. يعني كنا نهدف إلى أكثر من كذا، لكن الحمد لله تحقق بعض الأهداف ونجاح البطولة من جميع النواحي، الناحية التنظيمية والناحية التحكيمية، وكذلك المستويات الفنية للاعبين السعوديين واللاعبين الأجانب، وكذلك حصول يعني عدد 3 لاعبين سعوديين على 5 نقاط من هذه البطولة، وهو هدف رئيسي يعني للاتحاد. الشكر الأول والأخير لراعي هذه البطولة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل، إنه هو اللي رعى البطولة هذه، والشكر أيضا للجهود رئيس الاتحاد والأمين العام والزملاء الأعضاء واللجان العاملة، اللجنة الإعلامية والجميع والحكام والحكم العام ومدير البطولة، كلهم ما قصروا صراحة في كل شيء. والحمد لله البطولة يعني فيها لاعبين من كذا دولة، وكانت لله الحمد يعني المستويات مرتفعة، والأهم شيء عندنا اللي هو فائدة اللاعب السعودي، والحمد لله عندنا عدد تقريبا 10 لعيبة استفادوا من هذه البطولة.